ايه رأي حضرتك باللي بيحصل لأهالينا المسيحيين في العريش؟ هل ده من الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه في يوم منا: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله غدرا، انظر، فقتله غدرا، فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. الإنسان بنيان الله، لم يكن المسلم بنيان الله أو المسيحي بنيان، الإنسان عموما، الإنسان تشمل المسلم وغير المسلم، الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. والأزهر الشريف في الفترة دي في تصحيح للخطاب الديني في الندوات في مراكز الشباب في المدارس في حتى في السجون، للأزهر والأوقاف لهم تواجد في المحاضرات والندوات الثقافية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، يعني ما هو فيش قتال، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. القول الحسن مقدم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولوا للناس حسنة، الآية في سورة البقرة، وقولوا للناس حسنة، وبعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالقول الحسن مقدم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.